ديك القضية. انتم ما شفتوا كيفاش داز اللقاء. اولا وقبل كل شيء، بعد كان رحب بكم في الورشه ديالي، وزي سيتي موقع غني عن التعريف، وكان افتخروا به دائما، وكان تواصلوا معاه دائما في البوابه ديالو. بطبيعه الحال اللقاء اللي كان اليوم في دار الشباب، واللي حضر فيه رئيس الغرفه تاع الصناعه التقليديه، واللي وزعوا فيه بعض الشواهد وما كيسموه الدبلومات، نتأسف. دبلومات ما عرفناش حنايا هذوك المتدرجين فين قراو، والاساتذه اللي اطروهم. ملي طرحنا سؤال على سعادة الرئيس، قال لك سولهم هما فين قراو، وبقينا كنتسائلوا مع نفوسنا، وحنا من المقاولين المتضررين في التدرج المهني، وحنا كنا من السباقين في المبادرة، لأن حنا كنفتخروا بالمدينة ديالنا، والمدينة ديالنا غنية عن التعريف، عندها رجال ديالها، وحتى في الصناعة التقليدية دائما عندها رجال ديالها. كنا سباقين حنا في وضع الملفات ديالنا ديال التدرج المهني في 2011، دينا لهم الملفات للصناعة التقليدية بالناظور الغرفة، شدوا منا الملف وهو كيشهد على داك الشيء بالإرادة ديالو قدام الجمع المتوفر في دار الشباب. لكن حنايا كيقول لك بأن راه القسم ما كملش، حنايا كصناع تقليديون ولا أكون مقاولين ديال النجارة، احنا ما عرفناش كيفاش نكملوا القسم، لان الاداره هي اللي غادي تكلف تكمل القسم ولا ما تكملوش. حنايا درنا معاهم الاجراءات القانونيه، شدوا معنا الملفات، بعد سنه درنا واحد اللقاء في الغرفه، وملي كملنا معهم العقده انا كنت راسلتهم، وما عندي هنايا الوثائق اللي راسلت بهم الغرفه، مشيت وضعتهم يعني شخصيا وموقعينهم موقعينهم. هذا واحد بعد سنه درنا معهم لقاء تما، وهنا كنتسائلوا حنا مقاولين المكلفون بالتدرج المهني بمد الزيو، واللي وقع فيها هنايا السيد رئيس الغرفه سي محمد قدوري، وعندنا وحده اخرى اللي هنا موقع فيها السيد المدير الاقليمي ديال الغرفه. وملي كملنا معهم العقده ديال 24 شهر، عطيناهم استفسار، كنطلبوا منهم استفسار كتابي على هذا يعني صافي كملت على هذا الشيء اللي وقع لنا بيناتهم. وانتم كتسمعوا دابا كيقول لك بان احنا دوك المتدرجين اللي عندكم غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا ندمجوهم في اللقاء اخر، وهذا الشيء اللي غادي يمكن نقول لك في هذا الشيء نتاع التدرج المهني، وحنا ما قدرناش نفهموا، لان هذا الفوج اللي دخل اللي خرج دابا نتاع التدرج المهني كان تفاجؤ. المقاولين داو المستحقات ديالهم، المؤطرين داو المستحقات ديالهم، المتدرجين داو الدبلومات ديالهم، وهما ما قراوش. ربما راكم شفتوا التصريح الاول ديال واحد الشاب اللي كان عنده الدبلوم ديالو كيشهد بانه ما قراش، وهذا اللي غادي يمكن نقول لك على هذا اللقاء اللي درنا دابا، ربما غادي يكون لقاء تواصل اخر. شكرا سي.